خذ يا بركة جيتنا يا بركة جيتنا يا بركة جيتنا في كسكوس يا بركة جيتنا يا ابويا جابوا شلي عربي يا مروان يا محلى صلاة رسولنا ها باب هاي عندني يا مروان صباح النور مرحبا بك مرحبا بك في المباشر شنو اليوم الاجواء نتاع المولد فيك هو احتفال كبير برشا مو كبير عندنا ضي مسلك سياحي فما حركه تحركت اليوم لاباس لاباس شنو سوم زغوغو فيك سوم زغوغو غالي شويه غالي شويه بالنسبه لنا يعني احسن من تونس في تونس يخدم 55 لنا يخدم 50 يخدم 50 ب 51 تفضل يا مدام تفضل راك عموري ديما راك عموري اسم هذا قداش هذا انا هذا كان 250 وين واحد قداش اسمع اش قاعد تهضر فينا قداش فيه هو الساعه اوزر يصف كلمه صباح النور صباح الورد شنو الحركه اليوم في باز ما فماش حركة هاك شوف انت هاي فارغة الناس لكن شوفوا في المواطن قاعدين يتجولوا المواطن قاعد يسأل وكهو المواطن قاعد يعمل في حبة الاح شنو زقوق ولا شوية مليون زقوق ب 54 دينار فاكيت كيلو زقوق يتكلم بمي وبالنسبة للنص كيف كيف 54 54 كيف كيف كيلو زقوق يتكلم بمية دينار السنة جاء المولد احتفال بالمولد مع العودة المدرسية مع العودة المدرسية اللي عنده زوج صغار مثلا يقراوا ما بين لبستهم ومكتبهم وكتبتهم وكراتبهم وعلمهم حط لهم مليون ونص مليون ونص حط كرتابة ب 100 ألف يا لبس عليا كيف أخويا نبيل بنيه زي العصيده بنيه يلا بنيه يلا بنيه يلا بنيه زي العصيده بنيه بنيه والعشره